السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله. بعدين حضرتك يا شيخ، احنا عندنا في القرية بيبنوا المقابر بيعلوها كده ويبلطوها، وفي آخر القبر بيعملوا زي نظام مصاطب كده، مش عارف حضرتك فاهم المصاطب دي ولا ايه؟ فالمصاطب دي الناس المشيعين للجنازة بيقعدوا عليها، بيجلسوا عليها يعني. يعني ما حكم المصاطب دي يا شيخ؟ ما حكم الجلوس على مصطبة مجاورة للقبر؟ لا بأس، لا بأس.